موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم. من هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبعه أكثر من مليار مسلم؟ قبل أن تجيب عن السؤال حاول أن تعرف ثم احكم كيفما شئت. ولد في بيئة تعبد الأصنام وتدفن البنات أحياء وتقتل الجار وتهين المرأة وتحتقر الضعيف، فبعثه الله إلى العالم كما بعث الرسل من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وكرم المرأة وجعل لها نصيبا من الميراث، وأعطى للضعيف حقه من القوي، وأمرنا بالإحسان إلى الجار، وأسس دولة عظيمة استمرت حتى الآن. فمن هو هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يغير من الفكر البشري ويرتقي به؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي منع الظلم ودعا للعدل والتعاون على الخير. محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا، كيف تكره من لا تعرفه ولا تعرف تفاصيل حياته. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر بأحد ولو كان عدوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يغش، إنه الصادق الأمين. اعرفه جيدا لتحكم عليه جيدا. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. إذا أردت أن تعرف المزيد عنه فندعوك لزيارة موقع نصرة رسول الله دوت نت.